مساء الخير، رمضان مبارك كريم. اهلا وسهلا بكم اعزائي عزيزاتي متابعي ومتتبعات قناه تيلي ماروك في كل مكان، في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوع الرياضي. الاسبوع الرياضي موعد يتجدد، موعد مع ملف، مع قضيه، مع اشكاليه، مع موضوع من المواضيع التي تشغل بال الجمهور الرياضي وجمهور كرة القدم. على الخصوص كالعادة كورونا تسيطر، كورونا هي الحدث، كورونا وانعكاساتها ومضاعفاتها على الكرة العالمية والمغربية. هذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوع الرياضي. سنتوقف عند منظومة كرة القدم، عند شمولية الأزمة، عند التدابير المزمع اتخاذها للتقليص من الأضرار وعن الرسائل المستخلصة من هذا الوباء. لمناقشة هذه المحاور معي عبر تقنية سكايب ضيفان لهما صلة، لهما إلمام بهذه المواضيع. باسمكم جميعا نشكرهم على تلبية الدعوة عن بعد. مرحبا بك سي نور الدين الحلوي. نور الدين الحلوي رئيس النادي القنيطري، رمضان مبارك كريم وانت في الحجر الصحي وغادي تناقش معنا هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر اخي البصري على الاستضافه في برنامج الاسبوع الرياضي، كنشكر مشاهدي البرنامج. كنتمنى بهذا الشهر المبارك ان يعم خير ويرفعنا الوباء البلد ويعم رخاء ان شاء الله. إن شاء الله. معنا من الرباط نجيب الصومعي الباحث الاقتصادي والمحلل المالي. نجيب مرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا ورمضان كريم للمشاهدات والمشاهدين. البداية بشمولية الأزمة، وباء كورونا يضرب الدوريات العالمية بدون استثناء. قبل ما نبدأ النقاش مع الضيفين الكريمين نمشيو جميعا نشوفوا تقرير في الموضوع مع زميلنا بلال بوجديني ثم نواصل الحديث. تعيش كرة القدم في ربوع العالم شللا تاما بسبب انتشار فيروس كورونا العابر للقارات. تعليق المنافسات جعل الفرق تعيش حالة موت سريري مؤقت، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مضاعفات الجائحة وآثارها على قطاع ظل يعيش في بحبوحة نعيم قبل أن يستفيق على شبح الكساد. نحن أمام خريطة أزمة بوق لمؤشر سوق الانتقالات ومصير في كف عفريت. كل المؤشرات تسير في اتجاه انتهاء زمن الترف بعد انقطاع صنابير الدعم وغياب مخططات لمواجهة الأزمة، لذا أصبحت الصفقات الأعلى سعرا للنجوم مشهدا من ماض ولا، وأضحى التقشف بديلا للرفاهية. لكن القائمين على الكرة يصرون على أن تدور المستديرة حول نفسها ولو وفق شروط سلامة وتأمين وتباعد اجتماعي قد ينزعون منها متعة المتابعة، لذا يمكن الجزم بأن سنة 2020 هي الأسوأ للرياضة في العالم. سي نجيب، كاين واحد المثال، حنا كنتكلموا على شمولية الأزمة، كاين مثال كيقول إذا عمت هانت، هذه المرة إذا عمت ساءت على ما أعتقد. صحيح، لأنه اليوم نشهد واحد الشكل يعني في الاقتصاد الرياضي غير مسبوق، وهو طبعا كذلك هذا الأمر جاء لأنه هذا فيروس كورونا كذلك جاء بإعدادات بارامتر غير مسبوقة. نحن اليوم في مرحلة نكاد في العالم جميعا نستوعب يلا تنفهموا الصدمة وكذلك هول هذه الصدمة التي وقعت. طبعا لم تستثني الجائحة أي بلد، وكذلك في الميدان الرياضي لم تستثني الجائحة أي بلد، وهذا معناه أن منظومة الاقتصاد الرياضي في العالم كذلك هي ضحية لهذا الفيروس. المنظومة التجارية والتعاقدية والمنظومة اللي منذ سنوات وهي تتطور واحد نموذج أعمال بيزنس موديل متطور، و كما جاء في التقرير لأنه يعني كبحبوحة يكاد العالم كله يعني يعرفها، ولكن اليوم شفنا على أنه أندية كبرى بحال توتنهام، بحال مانشستر، بحال برشلونة، بحال جيفنتوس، بحال ميلان سي، يخفضون رواتب اللاعبين، يخفضون رواتب المدربين، كذلك يدبرون ماليتهم بتقشف أكبر، وضعية المقاولات الرياضية يعني الأندية الرياضية بحال أجاكس أمستردام،
بحال جيفونتوس، بحال باريس سان جيرمان عفوا، اللي مدرجه في اسواق يعني في الاسواق الماليه، في البورصات المحليه ديالهم، عرفت واحد التقلص كبير، واحد الاهتزاز غير مسبوق منذ الحرب العالميه الثانيه. اليوم نحن امام جائحه لم تستثني شيئا، لم تستثني طيب. شيئا. طيب نجيب، غادي نمشي عند نور الدين، نور الدين الحلوي رئيس الكاك. نور الدين، ونحن نتكلم عن الجائحة في شموليتها، ألا يمكن الحديث عن سهولة إيجاد الحلول ما دام أن المشكلة عامة، بمعنى أننا يمكن أن نأخذ حلا سبقتنا إليه دولة أخرى؟ من الصعب يعني اخذ حل دوله اخرى وتطبقه على المغرب، خاص تاخذ يعني تشوف الحلول اللي كاينين وتحاول يعني مغربو. نعم، مغربت الحل على الواقع المغربي. كيف قلت السي سي كي قال الاخ على المساله ديال قطاع كره القدم، اللي هو انا يعني كجميع قطاعات العالم اللي عانى من 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 هذه الجائحه هذه، يعني في موارد الماليه كبيره، لانه فرق تعتمد على المداخيل العالميه عموما اوروبيه خصوصا، المداخيل البث التلفزي والبث والنقل التلفزي، على المستشارين، على المداخيل الجمهور، هذو كلهم تقاسوا يعني اوتوماتيكيا انعكس على المداخل الفروق، اللي مداخل عندها كانت كبيره وكان عندها كذلك مصاريف كبيره بزاف، هذا اثر عليها الان وحتى مستقبلا، يأثر على مستقبلا في المسار ديالها. طيب نجيب، ما عندناش ارقام، قلت لنا ما عندناش، ما كاينش الان ابحاث اللي عميقه، مازال الصوره لم تتضح. بعد نحن نتعايش مع هذا الوباء الذي داهمنا بشكل فجائي، ألا يمكن الحديث الآن عن الخسائر؟ لا، هناك على الأقل خسائر ظاهرة. لا، هناك حديث عالمي عن الخسائر، بما أن هناك توقف في منظومة في الاستراكشر ماركتينغ، في المنظومة التسويقية وفي المنظومة المالية، وكذلك في المنظومة يعني الرياضية بشكل عام، هناك خسائر من المرتقب باش يكون في المجمل تقريبا واحد 60% ديال الخسائر على المستوى العالمي. كاين شي دول غتكون فيها الخسائر اكبر، بحال فرنسا اللي انهت الموسم، بحال يعني بعض الدول الافريقيه كذلك اللي انهت الموسم، ولكن غنركزوا اكثر على هاد الدول اللي موديل تيب، على النماذج المهمه. مثلا فرنسا اليوم تنعرفوا على انه الصناعه الرياضيه وخاصه كره القدم اللي تتستحوذ على حوالي 78% من الصناعه الرياضيه، تتشكل 1.9% من الناتج الداخلي الخام، هذا معناه تقريبا 35 مليار اورو. هذا الشيء كله غادي يعرف واحد التقلص في ثلاثه ديال المناحي، اولا في الاستهلاك الرياضي المرتبط بالاسر، في الانفاق الرياضي المرتبط بالجماعات الترابيه والجماعات المحليه والجهات في فرنسا، وكذلك في يعني في العوائد المرتبطه بالتسويق الرياضي. هاد ثلاثه الامور راه يمكن تكون يعني يمكن نستعملوها باش نفسروا الامور في اسبانيا، نفسروا الامور في ايطاليا وفي المانيا وفي انجلترا، على اعتبار ان هادو هما المدارس الكرويه الكلاسيكيه. لذلك فصدمه كورونا الى حد الان اكدت على انه منظومه التوقف اللي خطير فيها هو انه ما غاديش يهم غير هاد السنه، على اعتبار ان جل المقاولات في العالم تتعاني من ضائقه ماليه. لذلك فغادي تعيد النظر في جوج ديال الحوايج مهمه، منظومه الشراكات ومنظومه سبونسورين الدعم والرعايه. لذلك فالخوف ديال الفرق الكبرى عالميا هو على السنوات المقبله، لما تنشوفوا مثلا الفرق الكبرى المرجعيه اللي في المرجعيه الكرويه تتقصفوا، كذلك يعيدون النظر في نموذج الاعمال الخاص بهم للموديل ضفير، فلانهم يعرفون انه سيكون هناك تقلص في منظومه الرعايه، وكذلك تقلص في يعني في هيكله الموارد في المستقبل. هذا هو الخطير. واخا غادي نعاود نرجع عندك نجيب، نمشي عند نور الدين ارتباطا بما قاله نجيب. الا ترى معي ومع نجيب بان توقيف الدوري اخطر من الناحيه الاقتصاديه
على الدول من استمراره بطريقة أو بأخرى؟ هو اختيار، لأن توقف الدوريات هو فيه العامل البشري كيخذوا بعين الاعتبار، ولكن استمرار الدوريات ربما تكون واحد الاحتمال ديال الإصابة، ولكن كتكون الأضرار أقل. للإضافة فيما يخص خسائر الفرق، لأن في دواء على المسألة ديال المداخل المستشارين حتى مداخل الجمهور، لأنه تم يعني استمرار البطولة غتكون بدون جمهور، ولا تكون تباعد، وغيكون تقليص مداخل ديال الجمهور والمشتريات، تأثر حتى هي المداخل الفرق. وإضافة أخرى، لأن المعلومات اللي استقيناها في 5 دول تقريبا بين فرنسا، إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، عندهم واحد النقص في المداخل ديال بين 3 و4 مليار أورو تقريبا، هادو في مجموع في حسب الدراسات اللي تعطات تقريبيه، ولان هاد المعاناه كي قلنا اللي غتكون عندها اثر في المستقبل، سيروا الفرق في المستقبل المتوسط القريب والمتوسط. نجيب، ارتباطا بالمداخله ديالك، تكلمتي على بعض النماذج الاوروبيه، تكلمتي على نماذج افريقيه، لان بعض الدول الافريقيه ايضا لجأت لخيار وقف الدوريات في إفريقيا. الآن بين وقف الدوري واستمراره بطريقة أكثر حصانة، ألا ترى معي بأنه في جميع الحالات الكرة ستفقد بريقها؟ مع الأسف الكرة ستفقد يعني جوهرها، الجوهر ديالها وجاذبيتها، لأن طبعاً لا يمكن أن تستمر الكرة بتدابير احترازية جد 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 صارمة. صحيح، لأنه شوف مع الأسف كاين جوج ديال الأمور تتفسر هذا الشيء اللي قلت يا سي حسن. أولا اتهام كرة القدم على أنها هي القنبلة البيولوجية لنشر الفيروس، وهنا تنتكلم على الماتش ديال فالونس وأتلانتا بيرغامو في إيطاليا، لأنه هذاك هو المقابلة اللي سموها القنبلة البيولوجية. دونك هذا هو الخوف اللي كاين، وكذلك الخوف الآخر هو أنه ليس هناك معنى، أنا أقولها، ليس هناك معنى لكرة القدم بدون جمهور، وكذلك اقتصاديا ما اسمح لي بغيت نستعمل هذه الكلمة بحال الخبز مسوس، شي حاجة ما عندهاش بدون طعم، ما عندهاش طعم. كرة القدم هي الجمهور، كرة القدم هي التسويق، وكرة القدم هي التلفزيون، ولكن التلفزيون بالجمهور. وهنا تنذكر مثلا، تخيل معي لو كان المقابلة ديال الرجاء الوداد اللي انتهت بربعة الربعة ما كانش فيها الجمهور، وخد سريتها بعشرة العشرة ما كانش غيكون عنده معنى. لذلك فاليوم نحن أمام هاجسين كبير للصدمة الاقتصادية، وهذه الصدمة الاقتصادية يعني لنويو دور ديالها، يعني النواة الأساسية ديالها مع الأسف هو غياب الجمهور. لذلك فأعتقد على أن حل وقف الممارسة الكروية هو حل، طبعا ما فيش إشكال، لأنه هو حماية للمواطنات والمواطنين، ولكن الأزمة الاقتصادية التي ستتسبب فيها هذا الستاند باي سبورتيف، التوقف الرياضي، سيكون مكلفا جدا في السنوات الخمس القليلة المقبلة، خاصة إذا استمرت كرة القدم بنموذج الأعمال السابق. نجيب يتكلم عن المخاوف من المستقبل، نور الدين هل تشاطره الرأي؟ نعم تشاطره الرأي سي نجيب، لأنه كي قلنا الفرق يعني بعد ما غادي تقلص الموارد ديالها، يعني وقلنا يعني غادي تلقى صعوبات في السير ديالها، وكي قلنا إذا كان استمرار البطولة بدون جمهور، يعني بدون طعم، بدون روح، ما غادي 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 يخلق مشكل حتى في نقل الفازيه. التلفازي غادي يكون نقل ما عندوش داك السبغة باش يدير الاشهار، لان ما كاينش جمهور، ما كاينش متابعين، دونك ما تكونش واحد المنتوج قابل للتسويق، وهذا ياثر على كي قلنا على الفرق، كي قلت قبيله، انيا ومستقبليا، على الاقل في المستقبل القريب. هذا الشيء اللي كانت تعالجت مسألة كورونا، يعني تعالجت في أقرب وقت ممكن، وكل ما طالت غادي طول المعاناة وسميتو معاناة الفرق في المستقبل. طيب وصلنا الآن المحطة الثانية في هذه الحلقة الرمضانية المسائية، في المحور الثاني سنتوقف عند الكورونا في علاقتها مع اللاعبين. كورونا تقول لا للترف، كورونا تقول لا للنجومية، كورونا تحبط الصفقات.
نجيب، كورونا تقول لا للترف، لا للرواتب الدسمة، لا للصفقات المنتفخة، لا 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 لا، آت كورونا عديدة وعديدة جدا. هل كشفت كورونا عن زيف النجومية؟ كورونا كشفت عن تضخم مهول في المنظومة الرياضية، في عقود اللاعبين، في عقود الاستشهار، في عقود الرعاية، هو السبب على أن هناك حالة انهيار. غالبا الصدمات في المنظومة الاقتصادية ما تجي بكشف مجموعة ديال الأمور، كان النموذج يعني نموذج التشغيل ديالها كان خاطئ. فمثلا اليوم تنشاهدوا على انه من المرتقب في ال5 سنوات المقبله باش تنقص، يعني ينقص بالمعدل ديال عقود اللاعبين بحوالي 40%. من المرتقب كذلك باش عقود الرعايه وعقود الدعم يعني لا كونتريبيسيون يعني الاستشهار يمكن توصل كذلك حتى ناقص 50%. اليوم نحن امام واحد الكارثة كروية بامتياز، لأنه هذا هو ديال الحقيقة. كرة القدم كما تنعرفوا هي الفلوس، هذا معروفة، خاصة من بعد المجيء ديال القنوات الخاصة اللي ولات عندها إمكانيات كبيرة. تنعرفوا على أن حوالي كاينة واحد حوالي 16 مليار دولار اللي تتسيركولي، يعني تدور في يعني غير في البث، في يعني في العقود ديال البث التلفزيوني. تنعرفوا كذلك بأن كاين حوالي واحد 70 ولا 80 مليار دولار اللي مرتبطه غير يعني بالمنظومه ديال التسويق، وتتفوق بكثير هذا العدد لما تتكلموا على الامور المرتبطه بما هو تجاري وما هو يعني اقتصادي. ولكن اسمح لي نجيب، غادي نوقفك وغادي نجاوبك، لانك تكلمتي على هذه الصفقات العالية المرتفعة، سقف البيع اللاعبين، الرواتب إلى آخره، تبان هذا دافع باش الكرات تنهزم وتخسر أمام هذا الخصم العنيد اللي سميتوه فيروس كورونا. ولكن إلا شفنا الدول أخرى، شفنا بطولات أخرى أكثر هشاشة أكثر فقرا في إفريقيا، ما عندهاش هاد السقف ديال الصفقات، ومع ذلك خسرت مبارتها، خسرت معركتها أمام كورونا، وقررت توقيف وتعليق المنافسات إلى نهاية الموسم. طبعا من ناحية الضغط ديال الميزانية، لا بريسيون بودجيتير، صعيب باش نقارنوا بين فرقة كبيرة وفرقة صغيرة، ولكن الضغط الكمي لا بريسيون اون فوليوم راه نفس الشيء. لما التكلفة ديال اللاعب مثلا العقد ديالو فيه واحد 5 مليون دولار في السنة على فريق ليفربول، راه بالنسبه للميزانيه ديال فريق ليفربول راه هي تقريبا نفس الضغط ديال اللاعب مثلا عنده واحد 1000 دولار بالنسبه للميزانيه ديال فريق في نيجيريا ولا فريق في كينيا. منظومه الضغط ترتبط بال يعني بال بمنظومه الميزانيه اللي كاينه عند كل فريق. لذلك فهاد الازمه هي ازمه عرات واحد النموذج اعمال كما قلت ان موديل دافير اللي في الحقيقه متجاوز. كانت كذلك مضاربات كبيره في على عقود اللاعبين، مضاربات في الاسواق الماليه. كان خص تعرف السي حسن والاخ الكريم على ان مثلا عقود اللاعبين هما سندات، يمكن يكونوا سندات دي تيتر اللي تيسيركيلو كذلك في بورصه القيام، يعني في البورصه الاوروبيه. واحد الامور كشفتها كورونا يعني جديدة جدا، وخلات على أننا نطرح السؤال، واش كرة القدم في المستقبل يجب أن تكون بنفس إعدادات كرة القدم في الماضي؟ طيب، هذا السؤال ديالك غادي يجاوبنا عليه تقرير زميلنا بلال بوجديني، ثم نواصل الحديث. وباء كورونا العالمي الذي عطل كل مناحي الحياة عبر أرجاء المعمور لم يستثني السياسة ولا الاقتصاد ولا الرياضة، فبعد توقيف مختلف البطولات العالمية خرج إلى أرض الوجود مشكل يتعلق بمستقبل اللاعبين وعقودهم وسبل عيشهم مع اقتراب نهاية الموسم. ففي الدوري الإنجليزي الممتاز مثلا، وعلى الرغم من أن الأندية تتوقع منحها الضوء الأخضر لتقديم صفقات مؤقتة جديدة للاعبين الذين تقترب عقودهم من نهايتها، فإن هذا التأجيل قد يعطل
يعطل الكثير من خططهم ومشاريعهم المستقبلية. تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا التي كانت مقررة الصيف المقبل من شأنه أن يفسح مساحة لإنهاء ما تبقى من مباريات، غير أن العديد من رؤساء الأندية يخشون أن يكون ذلك مستحيلا حتى إذا ثبتت صحة التوقعات الحكومية حول ذروة تفشي فيروس كورونا في غضون 12 إلى 14 أسبوعا. لكن احتمال تمديد الموسم حتى الصيف أثار علامة استفهام حول اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم متم شهر يونيو المقبل. ومن المتوقع أن يتبنى الاتحاد الإنجليزي وروابط الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولة الإنجليزية واللاعبين المحترفين نهجا منسقا للسماح للاعبين والأندية بالدخول في عقود مؤقتة إذا كان الموسم سيستمر إلى ما بعد 30 من يونيو المقبل، لكن هذا لن يوفر الأمان للاعبين والأندية ليستمر الجدل قائما في ظل أزمة كورونا التي عصفت بكل شيء دون سابق إنذار. نور الدين، واش ما كتبوش معايا بأن مجموعة من الأندية التي كانت تعول دائما في إيراداتها في مواردها في مداخلها على بيع أجود لاعبها ستتضرر أيضا، والكاك كان واحدا من النماذج. فعلا سي حسن، غير نضيف واحد المسألة بين نقول لك بأن كورونا كان عندها واحد المسألة إيجابية اللي هي تصحيح التضخم في ميدان كرة القدم. التضخم اللي كندوي عليه سي نجيب، ويعني كان حتى نقولوا ايكونومي بحال لابورس ايكونومي فيرتويال، بعد كورونا غادي تصحح التضخم وربما غادي يولي تسمع يعني النظره للتسير في المستقبل بطريقه معقلنه وطريقه واقعيه. فعلا كي قلنا المداخيل ديال الفروق اللي دوينا عليها قبيله، اضافه على بين اللاعبين، وحتى اللاعبين لاحظتوا القيمه السوقيه ديالهم انخفضت. راه كاين امبابي اللي كانت تسوى مع 180 ولا مع 250 مليون اورو، ربما نزلت القيمه ديالو ب 40%. هذا غياثر اضافه على القطاعات المتداخله في كره القدم، غياثر على مداخل الفرق شيء كبير بزاف. واخا نجيب، وحنا كنتكلموا على اسعار اللاعبين، فينا هما وكلاء اللاعبين من هذا النقاش من هذا الجدل؟ لماذا يتم اقصائهم في ظل هذا البوليميك ديال اسعار اللاعبين ديال الرواتب ديالهم ديال المنح الى اخره؟ اولا بغيت غير نذكر بواحد القضيه كانت محط نقاش عالمي قبل من ازمه كورونا، هو الفير بلاي فينانسي، اللاعب النظيف الرياضي. هذه القضيه بدات تتطور بشكل كبير واليوم حنا وقفنا على واحد المجموعه ديال الامور اللي كون كان احترام ديال اللاعب النظيف الرياضي لو كان ديال الفير بلاي فينانسي لو كان مجموعه ديال الامور ما كناش نوصلوا لها الان. ولكن هنا غادي نجاوب على السؤال ديالك على اعتبار انه الوكلاء ديال اللاعبين راه في قلب المنظومه، وجودهم في قلب المنظومة بشكل براغماتي يجب أن يكونوا فيه فاعلين. أنا أعتقد على أنه من الناس اللي يمتلكون الحل، يعني المفاتيح الحل، هم وكلاء اللاعبين بشرط أنهم يكونوا جزء من الحل. طبعا جزء من الحل، يمتلكون جزءا من يعني مفاتيح الحل، يعني عندهم واحد الجزء من بارتي. ولذلك فتنعتقد على أنه المفروض، وهذا زعما بالنسبة للكرة المغربية، نتخطاو هذوك يعني المفاهيم الكلاسيكيه اللي كنا نتعاملوا بها. اليوم نحن امام كارثه يمكن لها تفجر المنظومه الاقتصاديه للكره الوطنيه وتحبط هذوك يعني المشاريع المستقبليه. كنا نتذكروا على المقاولات الرياضيه، كنا نتذكروا على يعني لو احنا في اخر المسار ديال الملائمه مع القوانين، وكنا نحلموا على انه يمكن عندنا يكون عندنا شركات رياضيه عملاقه، وبدا هذا المسار. ولكن اليوم السؤال، واش هاد المقاولات قادره على واش كانت ممكن تكون يعني قادره باش تواجه هاد العمليه؟ لذلك فاليوم نحن مدعوين باش نفتحوا نقاش في كافه المتدخلين، على راسهم الجامعه ديال كره القدم والعصبه الاحترافيه والانديه ووكلاء اللاعبين، باش نلقاو واحد الصيغه واحد النموذج على الاقل باش نخرجوا من الازمه، ولا على الاقل باش يكون نموذج ديال التحول من هاد المنظومه الرياضية والكروية اللي تنعتبر أنا تقليدية، المنظومة مبنية على صناعة كروية مضبوطة وعندها واحد الأهداف أساسية يمكن تخلي على أننا نستفدو من هذه أزمة كورونا ونمشيو بنماذج أعمال ديال الفرق الوطنية يمكن تسهل المسار ديال الولوج العالمية.
لذلك فأعتقد بأن وكلاء اللاعبين اللي هما في الحقيقة يلعبوا دور كبير في لا كونسيبسيون دي كونطرا، يعني في ما هو مرتبط بعقود اللاعبين، يمكن لهم يكون عندهم واحد الدور محوري ويكونوا جزء من الحل. سي نور الدين، باختصار شديد، الآن تبين أن كرة القدم ليست لعبة، هي منظومة استثمارية. هل أعادت كورونا الأمور إلى نصابها بتخفيض هذه الصفقات وإعادتها إلى جادة المنطق، إن شاء إجاز هذا التعبير؟ إيوا، كي قلت لك أخ حسن بأنه هذا كورونا، الشيء الإيجابي هو تقوم بتصحيح التضخم، وهذا التضخم هذا في الوقت اللي غادي يقوم التصحيح ديالو تكون تلقى من واقع معاش كيشوف المستقبل بطريقه اخرى ماشي كان قبل. وقال الاخ نجيب هذا النجاح ديال المنظومه الكرويه خص الفاعلين كلهم تدخلوا، وخصنا مثلا اللي هو المهم واللي خصنا ندخلوا هو الوكيل، ولكن الوكيل خصو وكلاء اللي توفروا على المعرفه وعلى الحكمه باش يساهموا بطريقه ايجابيه في وجود حلول للتعاقدات المستقبليه للاعبين ديالهم، ومن بعد يحل مشكل الفرق. طيب، وصلنا الان لنهايه الشوط الاول من هذه الجلسه الحواريه للموضوع ديال الاثار الاقتصاديه لكورونا على الكره. سنواصل لكن بعد الفاصل. في المحطة الثالثة من هذا الموعد الحواري الرياضي سنتوقف عند كيفية تدبير مضاعفات الجائحة في الكرة المغربية. سي نجيب، كما في علمك وفي علم نور الدين وفي علم المجتمع الكروي، هناك لجنة سداسية تم تعيينها من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتقديم تصور موضوعي حول مستقبل الكرة في ظل الجائحة، رأيك؟ مهمة هاد اللجنة، تنعتقد على أنهم وضعوا التصور الأولي على حسب المعطيات اللي شاهدتها، وأنه تم وضع التصور الأولي، وكذلك أكدت الجامعة في المراسلة ديالها للكاف على أنه الرجوع للمنظومة الكروية يعني المنافسة هو مرتبط بقرار السلطات الصحية والسلطات العمومية. هاد العمل ديال اللجنة السداسية أعتقد يمكن تشتغلوا بالتقنية ديال السيناريوهات، وشافوا شنو هما الأمور الممكنة. ولكن اليوم اللي تنتمنى هو أنه هاد اللجنة وكذلك لجان أخرى يستمروا مسار التحول التنموي الرياضي، بمعنى انه هاد منظومه الحكامه، وخصا عرفوا واحد الحاجه بان بلادنا مجموعه ديال الامور بينت على انها كانت فيها خارقه للعاده في الشهرين الاخيرين. تنظن على كذلك لانه حتى كره القدم تندوين على بلادنا بشكل عام، يعني لا شيء ديال صناعه اجهزه التنفس، صناعه الكمامات، واحد العدد كبير ديال الامور ديال الاسر، حاله الاستنفار ولكن ذكيه. يعني شلنا بانه المغرب دعم الاسر بامور مهمه، دول بتروليه حدانا ما قدر تهتزت اجتماعيا. لذلك فاللي كاين هو انه تتمنى كذلك في المنظومه الكرويه باش نمشيو بنفس النجاعه بنفس الوتيره، على اعتبار انه راه هذه ازمه، ولكن في كل ازمه هناك فرصه. تنشوفوا على انه الكره المغربيه في السنتين الاخيرتين، يعني واحد اربع سنوات اخيره، ولات تتلعب ادوار مهمه. ولاحظت منين الرجاء وصلت النهائي ديال كاس العالم ولا واحد التنافس، شفنا الوداد وصلت تقريبا كل سنه توصل على الاقل نصف النهائي ولا توصل النهائي ودي الكاس. الرجاء الان والوداد مع قرطبه الكره المصريه في نصف النهائي ديال الشامبيونز ليغ. هذه امور من رجعات القسم الاول، هذه طبعا امر مهم. فريق ديالك المفضل، الفريق الام اللي تنحبو. ولكن كذلك شفنا نهضة بركان كيفاش تطورات، شفنا يعني حسنية أكادير كيفاش تطورات على المستوى الإفريقي، راه كان اشتغال، ولكن هذه فرصة باش نستفدوا من الأزمة لتحرير الطاقات والاستفادة من الفرص. أعتقد
واخا اسمح لي سي نجيب، سي نور الدين، دائما الحلول، دائما المقترحات تأتي من الجامعه. الانديه للاسف الشديد ليست لها خلايا ازمه، الانديه لم تقدم تصوراتها، والانديه لا تملك حلولا. الاخ حسن، شو الاختلاف بين الانديه في افريقيا والانديه في اوروبا؟ الانديه في اوروبا هي كمؤسسات، كشركات، وكشركات فيها اطر تسير ويعني واستشاره وكل ما يتعلق بتسير شركه. المشكل اللي عندنا في المغرب هو عندنا مساله ديال تطغى مساله جمعيات، وجمعيه تصير جمعيه ماشي تصير شركات. ولكن للعلم عندنا واحد 4000 فرق او خمسه كتسير بطريقه احترافيه، وراه هضر عليهم السي نجيب، الفرق اللي عطاو واحد المثال في التسيير ديالهم والنجاح ديالهم. ونقول واحد المساله اخرى، حتى في النجاح ديال الفرق حنا مازال محتاجين الدعم، ولكن الدعم خص اون باراليل معاه لا ستركتوراسيون ديال الفرق بطريقه علميه تولي كشركات كتسير باش يمكن لهم ينجحوا. وخير دليل لانه فاش عندنا دابا 8 فراقي تقريبا اللي عنده امكانيات وعندهم تسير تقريبا تسير في المستوى، راه ولينا كنلعبوا في افريقيا تقريبا، ولينا كنوصلوا للفينال كل مره دومي فينال. دابا عندنا جوج فرق دومي فينال في الكاف، عندنا جوج فرق في الفينال ديال تشامبيونز ليغ. هنا كيبين لك بانه فاش كتعمم يعني تسير بمعقلان، تكون عندك فرق عندهم اغلب الفرق عندهم تسير معقلان وعندهم امكانيات كيمكن لهم ينجحوا. والانسان المغربي كيقول سي نجيب راه بينات هذه الجائحه كاين الناس في الداخل ديالهم طاقات كبيره، خصهم الفرصه باش يعطيو اكثر ونشوف، يعطي واحد الصوره للمغرب، صوره جميله جدا. حنا كنتمناو هاد الجائحه تكون كدرس يعني للجميع، وكل واحد تفاعل ديال الجميع باش نعاودوا نفكروا في هيكله الفرق من 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 من, من, من جمعيات المؤسسات كشركات. وفي هذه الحاله ممكن نتكلموا على اقتراحات ديال خلي ازمه في الفرق، نهضروا على يعني فرق كتاخذ مبادره من الاول وكتعطي لها سميتو. دابا يمكنش نهضروا على 90%، يمكنش نهضروا عليها نهائيا. باكونت واحد القضيه، واحد الملاحظه، هو انه ديك اللجنه السداسيه اللي تعينت الجامعه مشكوره عندهم تصور، كنحب لو انهم استشروا كاستشارات مع رؤساء الفرق القسم الاول والثاني، يعطيهم اقتراحات. وربما بهذيك الاستشاره مع القسم الاول والثاني يعني في المجموع كاين تقريبا واحد 32 رئيس، لا بد تخرج واحد الاقتراح واحد ولا جوج ولا ثلاثه اربعه يقدروا يفيدوا هذيك اللجنه، يعني ماشي من المستبعد. انا كنفضل دائما خص النقاش يتوسع والاستشاره مع الجميع باش نقدروا نستخصصوا احسن العبار باش نقدروا ناخذوها. هادشي اللي قلت لك نيتا سي نور الدين، انا تكلمت على نقاش عمومي، فروض يكون نقاش عمومي على مستوى الانديه، جميع الانديه، وعلى ضوء هذاك النقاش تنباتق منه التوصيات، تبان لنا التصور اللي يمكن نمشيو عليه. طيب سي تفضل. غير سي حسن، مثلا حنا باش كناقشنا كما كناقشوا شنو هو السيناريو ديال البطوله، مثلا اقترحنا مثلا بطوله اللي هو كياخذ بالعنصر البشري الاولويه، ولكن شويه صعيب هو تقف في البطوله كيف دارت بعض الدول الاوروبيه. كاين الاقتراح الثاني، واش نقدروا نشدوا مثلا نديروا بحال واحد الدوري بالخمس فرق الاولى في البطوله على اساس باش يتبازوا على الكلاسمون اللي عندهم دابا، ويلعبوا واحد الدوري بيناتهم بس الفرق الاولاديين باش يكون غادي البطوله. وكذلك بقى الوطن الثاني اربعه وخمسة الفرق يلعبوا الفرق يلعبوا بيناتهم دوري باش كل فرق اللي يطلعوا. وما نهضروش على النزول، هذا العام ما نهضروش عليه. هذا تصور، فهمتي، كاين التصور الاول التصور الثاني. التصور الثالث اللي كنا هضرنا عليه هو انه نخليو الكلاسمون كيف كاين دابا، وناخذوا الفرق اللي ما لعبوش، مثلا ما لعبوش عندهم مقابلات مؤجله، نديروا واحد لا مويان ديال المقابلات اللي لعبوا مع النقاط اللي عندهم، واللي عنده مويان طالع يدير البطوله، والاخر يمكن يكون الصعود ديالو. هذا كاقتراح يمكن يتناقش. نور الدين، نحن كنتكلموا على التصورات، تصورات اللجنه السداسيه، تصورات اللي قلنا جات من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. انتم داخل نادي القنيطره وصفتك رئيس الكاك، واش عندك شي تصور؟ الا قلت لك عندنا واحد التصور يعني علمي غنكون كتبت عليك، لانه انا دخلت على فريق الجمعيه وكنت نشير بان في مشكل في نادي القنيطره وفي اغلبيه الفرق الوطنيه كاين كتصير بطريقه عشوائيه او طريقه ديال الجمعيات. هذا اشكال كبير. حنا فاش جينا بواحد الطريقه ويمكن كنتعلم، جينا ما كناش موجودين باش نكونوا كرئيس، وكان ظروف خلاتنا الحب الفريق نشدوا فريق نادي القنيطري. لقينا نادي القنيطري انا شونتي كبير بزاف، بما فيه ما هو اداري، ما هو مالي، ما هو استشراف المستقبل كيفاش غنشوفوه. كاين صعوبه بزاف. حنا دابا خدامين الحمد لله، دابا فكرنا شنو غنديروا، فكرنا هو انه غادي الحاجه اللي نخدموا عليها هو
ترشيدنا فقط السنه المقبله في بالنسبه للفريق، لان خصنا الاجور كاينه كثيره بزاف بالنسبه للناس اللاعبين، بالنسبه للاطور، بالنسبه للاداره. غادي نحاولوا نقلصوا ونحاولوا نخدموا على مشروع ديال تاسيس شركه نادي قنيطري، لان بالشركه يمكن لك دير مثلا خلايا ديال الاسماء، خلايا ديال ما هو مالي، خلايا ما هو ماركتينغ، خلايا ما هو باش تقدر تنجح ديك المنظومه. اما لبقيتي بالطريقه باش كتسير صعيب تقول كنستشرف ولا كنقترح ولا كنشوف بعيد، ما يمكنلكش. لانه علاش اضافه لواحد المساله اخرى، لان الفرق هذو كلهم كيتعاملوا على المنح. دابا حنا عندنا المنح من هذه المجلس البلدي، منح ديال الجهه ديال الجامعه، هما اللي كعندنا. حتى مداخل الجمهور كتكون قليله، ولكن الا درنا شركه كتكون عندك يعني مؤسسه ونظره كتكون عندك علميه يعني في التدبير، وكتفكر دير مشاريع موازيه اللي هو مشروع كره القدم اللي كتنوع المداخل ديالك باش كتكون في حاله ازمات او حاله مشكل كتكون عندك لانتيغراتيف، يعني كتكون عندك الحاجه اللي تقدر توازي بها الاكيليب فينونسي ديالك. هنا الحل الوحيد تيبان لي هو يعني نحاول ما امكن نحولوا الجمعيات لشركات بالتعاون ديال الجامعه وديال الجميع باش ينجح هذا المشروع هذا، والمواكبه ديال الفرق يعني خلال عام عامين ثلاث سنين حتى خمس سنين باش ينجحوا في التدبير ديالهم، وتكون هناك طرق علميه كتسير بها الفرق، وربما حتى المستوى الكروي والمستوى ديال التسويق لكره القدم غيكون عنده افضل ويكون ويعم النفع للجميع. نجيب، وحنا كنتكلموا على كيفيه تدبير الازمه داخل الانديه المغربيه، الا ترى معي بانه من الصعب ومن الصعب جدا التفاوض مع لاعب من اجل خفض او تخفيض وتقليص راتبه، وهو الذي لا زال ينتظر متاخرات ماليه قديمه وقديمه جدا؟ هذا المشكل ديال التدبير، يعني تدبير الماليه المرتبطه باللاعبين، هو مشكل كبير في الكره الوطنيه، على اعتبار انه كتله الاجور هي كتله دائما غالبا ما تكون متاخره طبعا، وضخمه جدا. لانه الاشكال ديالنا هو شوف، لما تكون عندك منظومه كلاسيكيه وتقليديه فدي جميع الاشكالات المرتبطه بسوء التدبير تتلقاهم. هذا الشيء ديال المشكل ديال التصريح في الضمان الاجتماعي، المشكل بالنسبه يعني بالنسبه للكولابوراتور، بالنسبه للناس اللي خدامين في النادي، المشكل ديال تاخر يعني ديال تضخم كتله الاجور المتاخره، المشكل كذلك مع الاداره ديال الضرائب، المشكل كذلك مع الابناك. هذا الشيء كله كاين تقريبا في 90% ديال الفرق الوطنيه. طيب، أعتقد بان الحل هو انه الفرق تحاول باش تدير تغيير ديال العقود مع اللاعبين واعاده النظر فيها بمنظومة رابح كما شفنا في أوروبا. مثلا بعض العقود اللي غادي توقع غادي تكون عقود مرتبطة بالرونتابيليتي، بربحية النوادي، وهذا أمر جيد على اعتبار أنه الكونترا يمكن تكون أن كونترا ديناميك، ماشي ستاتيك، كونترا ديناميك، دينامية مرتبطة بالتحولات الاقتصادية الكروية اللي يمكن تختلف فيها الأجر من سنة إلى أخرى. جيد، وصلنا الآن المحطة الرابعة والأخيرة في هذا الموعد الحواري الذي نخصصه للآثار الاقتصادية على الكرة لفيروس كورونا. في المحطة الأخيرة سنتوقف عند الآثار الاجتماعية، الأزمات تتولد عنها طبعا آثار اجتماعية، ما هي الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية التي ضربت الكرة؟ سي نور الدين، كاين نوعان من الرؤساء ديال الانديه اللي هما الان اللي فاهمين الوضع اكثر في كره القدم المغربيه وفي الدوري المغربي. هناك بعض رؤساء الفرق اللي المهنه ديالهم كيشتغلوا في جانب في المجال الطبي، كنعرفوا مجموعه من الرؤساء اطباء او صيادله الى اخره، ولكن كاين ايضا بعض الرؤساء اللي داخل خبراء في المحاسبه بحالك انت نور الدين. هاد الناس الاطباء والخبراء في المحاسبه كنظن هما الاكثر فهما لما يحصل من تداعيات اقتصاديه على الكره جراء هذه الجائحه. نعم، تداعيات سي حسن هو انه كي قلت لك ملي كيكون عندك امكانيات قليله وكتشوف يعني كاين هناك يعني كاين عقود مع اللاعبين ومع مع الاطور، وما كتقدرش يعني تكون يعني تلتزم العقود ديالك،
تيكون تبعات لدوك الناس اللي معك، سواء اداريين سواء لاعبين سواء اطر، كتكون عندك اشكال كبير وكيخلق واحد 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 صراع بين التبعات. التبعات السلبيه ماشي دائما تبعات سلبيه، راه تقدر تكون تبعات ايجابيه ملي يكونوا كيتخلصوا في وقتهم وكيكونوا تخلصوا في وقتهم. حنا عندنا مثلا في جنة القطري درت جلسات مع جميع المتدخلين، من الجمهور، من مساعد العمل، من الوزير، من الناس اللي عندهم امكانيات، كلشي جلست معهم قلت لهم نديروا نحاولوا نشوفوا نتحدوا الجهود باش نعاونوا هذا الفريق هذا ونوجدوا المستقبل باش نحاولوا نجيبوا ناس كمنخرطين في المستوى، لان النجاح ديال تسير الفريق شنو تيخص؟ غير الرئيس، خاص حتى الناس اللي معك في المكتب يكون الناس عندهم سواء خبره في المنظومه، عندك الناس اللي كيمكن يعاونوك يكونوا ناس عمليين، الناس دو تيغان تيخدموا، كاين الناس كيعاونوك تيكونوا في المكتب معك عندهم امكانيات كبيره ماديه كتوقف معاهم كتقاوم معاك، وكاين الناس معاك اللي عندهم عندهم درايه بتسير باش تنجح. انا مثلا اقترحت مع الاطور في النهار الاول كان لقيت اجور شويه مرتفعه بالنسبه لامكانيات النادي القطري، النادي القطري امكانيات كثيره، هذوك هذوك الاطور كيستاهلوا هذوك الاجور، ولكن المشكل النادي القطري ما عندوش واش يعطي لهم. قلت لهم انا ندير معكم مثلا اقتراح، ندير معكم واحد السالير قليل، ولكن في الخط العام كاين الغوندمون كيدوى عليه دابا سيناجيب هو يكون ديناميك، يعني اللي وصل لي جون وصل مثلا تكالي في البراج يعطيو بريم ديال اللي لعب 12 مباراه ولا 14 مباراه عنده. لا ماشي لا ندوي على الاطور، على الاطور عنده الفرق ديال الاطور اللي كيديروا ديال الشبان تاع خسرت اليوم واحد صالير قليل، ولكن في الخط العام اللي اجتهد وكان منضبط وكان تيلتزم كنعطيو دي بريم بالغوندمون بحال موتيفاسيون. ما قبلوش قال لا حنا يمكن ليناش ولا يمكن ليناش، انا ما بقيت كنت مجبر نكمل معاهم هذيك العقود اللي هي كتجاوز الامكانيات ديال نادي القطري. وكيف كذلك بالنسبه للاعبين، فجينا لقينا لاعبين فرقه ما كاملاش، كنا مجبرين نجيبوا لاعبين اللي كيتجاوزوا الميزانيه ديال نادي القطري، وجبنا لعسته لاعبين القسم الوطني الاول، هذا تاثر على الميزانيه وعلى المسار ديال نادي القطري. هذا من بعد شكون التابعات ديالو، ما كتقدرش تلتزم بالعقود ديالك، تيوليو صراعات نزاعات وتاثر على 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 الجميع، يعني ماشي غير اللاعبين، اللاعبين اوتوماتيكمون اوتوماتيكيا تاثر على الاطر اللي معاك والناس الاداره والمشرفين ديال ديال الجون كتاثروا، ما تبقاش امكانيات عندك الامكانيات الماديه والسيوله باش تلبي جميع الطلبات، وهنا تيخلق ازمه وصراعات عند الفرق. سي نجيب، واش ما كتشاطرنيش الراي في كون الازمه في طي هذه الازمه وفي تلابي بها نعمة؟ أيضا هناك بعض المبادرات الإنسانية التي كشفت عنها الجائحة خاصة في الوسط الكروي، هناك إسهامات، هناك مباريات افتراضية، هناك جهود لتقليص حجم الأزمة على بعض الفاعلين الرياضيين، هذا وجه آخر للأزمة. حقيقة الكرة المغربية كرست واحد الأمور في حقيقة يمكن في العالم كانوا قلال، كانوا قلال، فهمتي، انا نسميها لا ريسبونسابيلتي سوسيال سبورتيف، المسؤوليه الاجتماعيه للرياضه ولا الرياضيه. هذا الشيء شفنا مثلا فريق الوداد البيضاوي كيفاش دار مباراه افتراضيه، شفنا فريق الرجاء الرياضي كذلك كيفاش دار مباراه افتراضيه، كانت مساهمات نظن فريق الرجاء البيضاوي كانت عنده مساهمه كبيره تقريبا فايته واحد 140 ولا 100 يعني اكثر من مليون ديال الدرهم، وهذا امر مهم جدا. ايضا فرق اخرى بحال الدفاع الحسني الجديدي، الجيش الملكي، تماما بحال الجيش الملكي تقريبا، شوف جل الفرق الوطنيه مثلا. لا ولكن سي نجيب هادشي غير مهيكل، هادشي مزيان ولكنه غير مهيكل. ولكن راه شوف انا بالنسبه ليا المشكل اللي غير مهيكل ومصيبه كبيره هو الامور التدبيريه، ولكن هاد الامور الاجتماعيه غادي تكون ان شاء الله اكثر نجاعه في المستقبل، لانه اليوم نحن امام واحد التساؤل كبير، كيفاش بغينا نشوفوا الكره المغربيه في المستقبل، وكيفاش بغينا نشوفوا النموذج ديال الفريق المغربي. احنا بدات المعالم، طبعا المعالم هذه عامين وحنا تنشوفوها، فريق عنده امكانيات كبيره، فريق ينافس قاريا، ولا عندنا كل كاع الفرق تقريبا واحد 3 ولا 4 ولا عنده طموح باش تلعب كاس العالم للانديه، ما بقاش عندنا ذاك الخوف باش نلعبوا النهائي ديال كاس العالم للانديه. واليوم شفنا على انه في عز الازمه كاين ابتكار، خصك تشوف بان عندنا جوج الفرق المغربيه في التوب 20 في يعني في لي ريزو سوسيو في العالم، الرجاء والوداد، الرجاء رقم 6 والوداد رقم 12، هذا مهم جدا. الحضور التسويقي المغربي راه كاين، ولكن خاصو لو سوجاسو، خاصو داك لا ماتيير، خاصو كره مزيانه وخاصو ظروف مزيانه، تيرانات طبعا مزيانين ولكن يكونوا احسن، تصوير وبث تلفزي حتى هو في المستوى. اعتقد كما قلتي كاين بعد نقاط الضوء ومضات واحد الفرص واعده يمكن لينا نبنيو عليها. دابا كاين الازمه، كاين الاشكاليات، شوف كاين مجموعه من الاشكاليات اخرى مرتبطه، كاين مشكل ديال الديون ديال الفروق، مشكل ديال التسويه الضريبيه، مشكل كذلك ديال
سويه النزاعات مع الجامعه وكذلك مع الفيفا، كاين واحد يعني جبل ديال المشاكل، ولكن تنعتقد على انه يعني لو ميكس ديال هذا الشيء تيخلق لنا واحد الفرص واعده باش نعاودوا النظر في المنظومه الكرويه بشكل عام، باش يوليو عندنا فروق. شنو فيهم فروق؟ تنتج للثروه وتساعد في الاقتصاد الوطني، تطو فروق ذات منظومه ماليه تضمن صلابه اجتماعيه واحد الوضعيه اجتماعيه مزيانه للناس اللي خدامين فيها واللاعبين، وكذلك فروق تلعب دور اجتماعي بالمساهمه الاجتماعيه بشكل يعني في الحقيقه يشرف ويشرفنا الجميع. سي نور الدين زميل ديالنا نجيب تكلم على بعض المشاكل، بعض الملفات العالقه عند الانديه، احنا كنعرفوها كامله، خاصه المنازعات التي تكلف الانديه مالا كبيرا. الا ترى معي بانه في ظل هذه الجائحه مفروض او من الافضل ان تؤجل الاقتطاعات الخاصه بهذا الملف، ملف المنازعات الرياضيه؟ انا متفق معك السي حسن، انا نفضل تاجل، لانه الا كان 4 لاعبين او 5 لاعبين ياخذوا واحد المنحه ديال الفريق، كنفضلوا يعطينا الفريق ربما يستافدوا منها 20 الناس او 25 الناس غيستافدوا منها. انا ولكن دون ان نحرم المعني حتى هو خصو ياخذ شي حاجه. لا ياخذ شي حاجه، ربما تكون شي حاجه قليله، متفق معك، ونعطيو الفريق نعاونوهم. كي قلنا واحد المساله اللي ضربتوا على دابا السي نجيب، راه تسير حنا ربما في كره القدم المغربيه راه فما هو افقي تخدم مع المجاء سي القجاع، مايمكنش يتختلفوا جوج، كانت اضافه كبيره للانديه لكره القدم في المغرب، من البنيه التحتيه، امكانيات ماديه، وهذا انعكس على 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 على, على, على المستوى الكروي المغربي، الفوز بالشان، تتاهل كاس العالم، الفرق ولا كيشاركوا في كاس افريقيا، مع العلم باش كنا عندنا الجوده، خصها الرعايه، لان دابا انت مثلا الوداد شحال هو الميزانيه ديالها، او الرجاء شحال الميزانيه ديالهم، ولا بركان ولا 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 ولا, ولا, ولا جديده ولا الحسنيه تاكيد، شحال الميزانيه ديالهم؟ بين 3 مليار 4 مليار، راه كتنافس فرقي كتمشى 120 مليار الاهلي او 100 مليار الزمالك او 50 مليار الترجي، والترجي 50 مليار اكثر، وانت بقليل. علاش؟ عندك الجوده، عندك واحد الروح اللي ما كايناش سميتو، ما كايناش في الدول كامله، وراه كتجلى حتى في لا جيستيون ديال الكورونا، راه بانت بانه سياسه سيدنا الرشيده الله يسرو مشات واحد الطريقه وعطات واحد الاشاء للمغرب، وكيضرب المثل راه في فرنسا وفي امريكا في التسيير ديالو. لو انه نحاولوا نجيو الناس المؤهلين ونتعاونوا مع الفرق، نهيكلوا الفرق ديالنا، نهيكلوهم، تنقول نواكبوهم. دابا ما هو افقي الدار، ما هو تحتي، هو هيكله الفرق، القسم الاول والثاني وجميع الفرق تسير وتحولهم لشركات، ممكن نجحوا ونجحوا اكثر. وحتى التسويق اللي كنت قبيله، تسويق كره القدم المغربيه ما تتبعها الاذاعات الرياضيه باثمنه كبيره، وغادي تنعكس على الفرق. وحتى لانه مثلا تنقول مثلا التعميم ليزاكاديمي او لي سونتر فورماسيون جميع الفرق، بعد ما هذوك ما كتوفرش على سونتر فورماسيون، حرام. فريق عنده مرجعيه كرويه، عنده تاريخ، عنده جمهور اكسترا، ما عندوش جيل قتاشي، ما كاينش. هذا حسب قلبي، الامور غنشتغلوا عليها ان شاء الله، اما قريب غنشتغلوا عليها باش نشوف المسار الصحيح ان شاء الله. بعد زوال الجائحه غادي نمشي عندك نجيب باش نسولك، من المستفيد من هذه الانديه؟ من المستفيد من الجائحه؟ لا بد غيكون مستفيد. تنعتقد بالنسبه للانديه مع الاسف ما صعيب باش تشوف شي نادي مستفيد، ولكن كيقولوا بان الانديه اللي ما عندهاش قاعده جماهيريه اصبحت مستفيده من الجائحه، على الاقل تساوت مع الانديه الاخرى في الحضور. لا اعتقد بان شوف اعتقد ممكن من هذه الناحيه، لانه اليوم كاع الفرق ما عندهاش جمهور في الملعب، ولكن كيعرف خصنا نعرفوا بان اليوم ولينا نتكلموا على لو سيبورتير فيرتويال، على المشجع الرقمي. طبعا كاين عدد كبير ديال الفرق اللي تحولات المنظومه ديال المشجعين لاليات التواصل الاجتماعي، واللاعبين تيشوفوا هذا الشيء. شفنا كذلك بان ولا تجاوب ديال اللاعبين لي لايف اللي ولاو بشكل كبير، وشفنا كذلك على انه ولا تقارب كبير بين الجمهور وبين اللاعبين. تعرف بان هذا رمضان مثلا وكل نهار كاين مباشرات في وسائل التواصل الاجتماعي اللي خلات على اننا شفنا نوفو موديل، نموذج جديد ديال التشجيع الالكتروني. ولكن هذا معناه ان الاستفاده، وهنا غادي ندوي على الاستفاده الاقتصاديه، هو ان كل الفرق اليوم تمتلك فرصه للتحول الاقتصادي. هذا لو ستاند باي، هذا التوقف اللي كاين السي حسن، غادي يخلي مثلا فرق صغيره يعني اقتصاديا باش تحاول انها تفكر في اليات جديده ديال التدبير،
غادي تخلي على انه فرق كبيره تحاول باش يعني تسرع مسارات ديال التحول لشركات قويه، وتخلي كذلك على انه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تعيد النظر في منظومه التمويل ديالها، لانه اهم حاجه اليوم في المستقبل هو انه الجامعه خاصها تلعب دور كبير في المواكبه الماليه والانقاذ المالي ديال الفرق على الاقل في السنتين المقبلتين. تكلمتي على عوائد البث التلفزيوني، تنعرفوا جميع على انه الجامعات تتخصم يعني دوك لي مونطون ديال الدعم، عفوا لي مونطون ديال الكونتونسيو ديال النزاعات تتخصمهم. يمكن يكون الاستثناء، ويمكن الجامعه مثلا تحمل هاد السنه مثلا هذاك دوك التكاليف ديال النزاعات باش يمكن الفرق. شكرا بشكل كامل من هذا الدعم. شكرا نجيب، الوقت يداهمنا والموضوع فيه جاذبية وفيه أيضا فيه متسع للحديث للكلام وللنقاش. نشكرك سي نجيب الباحث الاقتصادي والمحلل المالي، نتمنى نشوفك معنا مرة أخرى ولكن ماشي عن بعد، تكون معنا هنا في البلاطو. بكل فرح. شكرا لك نور الدين الحلوي رئيس النادي القنيطري على الاستجابة ديالك للدعوة، فهذا معهود فيك كل مرة. نتمنى أننا نشوفك معنا مرة أخرى بعد زوال الجائحة. شكرا سي حسن. وبهذا كنوصل لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم الأسبوع الرياضي، نتلقى معكم في الأسبوع القادم مع قضية أخرى مع إشكالية أخرى. إلى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج طيب المنى، إلى اللقاء.